السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات فورميني بالدارجة. هذا الفيديو صراحة فيديو خاص جدا. علاش؟ لأنني من مدة وانا كنحاول نوجد شي فيديو بريزونطاسيون لاشين ديال فورميني بالدارجة. كوم سا كنشوف تبارك الله الناس دابا مقبلين عليها مع الدخول المدرسي، كنقول زعما بريزونطاسيون تعطيهم شنو كاين، تموتيفيهم انهم يتابونا وكذا. مي في الاخر لقيت بان احسن بريزونطاسيون يمكن نعطيها يعني لاشين، ومن بعد ما قريت لي كومونتير ديالكم وتفاعلت معاهم، لقيت بان احسن بوبليسيتي لاشين ولا احسن بريزونطاسيون هي لي تيمونياج ديالكم. فطحت في بالي هاد الفكره، بغيت نشاركها معاكم ونشوف رد فعلكم. اذا كان ايجابي وتجاوبتوا معاها نديروها، الا ما كانش وفي اوتر شوز. فالاقتراح ديالي هو ان اللي بغى، يعني من الناس اللي بداو معنا في 2017 في الفلسفه، والناس العام اللي فات اللي كانوا في جهاوي وفي الباك، وكذلك الناس هذا العام اللي دوزوا معنا فتره، يعطيو ان تيموانياج قصير يعني مسجل فيديو، سواء بالتليفون سواء سيلفي سواء اي طريقه بغيتو. المهم فيديو يكون فيه 10 سكوند، تقولوا سميتكم وإن نيفو إن عام كنتو، شنو استفدتم فورميني ولا رايكم فورميني، ولا تموتيفي واحد اخر يدخل لاشين. صافي، وتصيفطوا في الايميل اللي ظاهر هنا في الفيديو، تصيفطوا لي السميه ديالكم والنيفو وإن عام كان بالضبط، والفيديو يعني جوان في الايميل يكون فيه 10 ثواني فقط، باش نقدروا نكوليكسيونيو يعني واحد مونتي واحد الفيديو اللي فيه لي تيمونياج ديالكم. كنتسنى رد فعلكم سواء الايجابي سواء السلبي بفارغ الصبر. ما تبخلوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو او ماكسيموم، باش الناس كاع اللي ما وصلهمش هذه الفكره توصلهم، ونشوفوا رد فعل ديالهم، وبناء عليه ان شاء الله نديروا شي حاجه زوينه، ولا ما كانش في اوتر شوز. يلا، ساعه سعيده، كنعطيكم موعد ان شاء الله الفيديوهات القادمه القريبه جدا اللي كنخدم عليها. الى ذلك الحين ما تنساوش تشاركوا الى كنتوا باقي ما اشتركتوش، وديروا جيم وتكومونتيو، وكما العاده بارطاجيو مع اصحابكم. مع السلامه.